والله المواصلات سيئة، والكذب والمواعيد كلها كذب وسيئة، سيئة للغاية. لا المواصلات والمكاري والباصات مزبوطة، ولا المراقبين مزبوطين. يعني بحكيك الصدق، المواطن 4-5 ساعات عم يستنى هون، وبده يطلع من هون يستنى لربطة الخبز تبعه 4-5 ساعات لحيصفى المواطن ينام بالشارع أفضل شيء. بس على المسؤولين بيوعدوك وعد فاشل، لا مازوت لا شيء، لا غلاء قبلانين. بس أنا موظف عايف حالي، منين بدي يدفع إيجار السيرفيس التاكسي 1500 ورقة؟ شوف العالم شلون عم تركض قدام عينك، المرأة عم تدفش الرجال والولد عم يدفش الختيار، وكله مع بعض البعض وما في حل. وكل يوم من نوعد بحل وما في حل، وكله بيقول لك مازوت مازوت. طيب وفروا هالمازوت للعالم لحتى ما هالعالم تركض. أجار الميكرو صار عم ياخد 250 و300 و500 عم ياخد أيام، وما حدا عم يستجيب للمواطن. بيقول لك بدنا راحة المواطن، ما حنستجيب المواطن. الكورونا منتشرة بهالبلد، وشوف هالعالم فوق بعضها، أنو كورونا هاي صفين، نحن الكورونا بالذات ما عم نحل، ما حيمشي الحال. ليك شوفت عينك، صار لي هلا 3 ساعات ونص ما عم لاقي قرني اركب، والله حرام. ما لنا نحن عايشين ببلد المهجر صفينا، ولا مسؤول عم يحل لك هالمشكلة هاي، ولا مسؤول. أرجيني أنا مسؤول طلع على التلفزيون وعدنا مزبوط ونفذ مزبوط. إذا وزير الكهرباء وعدنا بالكهرباء قامت معت إجت بالمرة، يا ريت ما وعدنا. قال ستنعموا بدفاء بشتاء دافئ، إمنا ما عاد شفنا شيء، ولا عاد شفنا المازوت، ولا عاد شفنا المكاري، ولا عاد شفنا وين عم تروح المكاري بهالمازوت، وين عم يروحوا. طيب وين ما يرقبوهم، ما يحطوا كل واحد وسفرته يحط له رقم. ما في ديك، شوفت عينه، شوف العالم والنسوان ورجال، صور العالم والنسوان الموجودة يا عمي، حرام والله حرام. 4 ساعات الموظف ليصل لبيته لياكل وليشرب، بده يرد يروح 4-5 ساعات على ربطة الخبز. شو صفينا؟ شو هالعيشة هاي؟